يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 60، المغالطات المنطقية، الجزء الثاني، Logical Fallacies 2. تخيل إنك المحقق صادق، كبير المحققين في قضية قتل وقعت الأسبوع الماضي. تم العثور على جثة خيرية مقتولة في شارع جانبي، والشاهدة أمال في مكان قريب من الحادث اعترفت إنها رأت محمود يطلق النار على خيرية. مساعديك في القضية المحقق عادل والمحققة أمينة بتبدأ التحقيقات في غرفة ضيقة وإضاءتها خافتة. صادق بيقول: أهلا عادل وأمينة، شكرا لحضوركم اليوم. أتمنى نحرز بعض التقدم في القضية بربط الخيوط ببعضها. عادل: عزيزي صادق، الكل يعلم إن القاتل هو محمود، لماذا لا نقبض عليه في الحال ونبدأ في استجوابه للحصول على الاعتراف؟ صادق: تمهل يا عادل، لدي معلومات من الممكن أن تغير رأيك. المجني عليها خيرية كانت بتعمل مع مافيا المخدرات. قطعته أمينة: كلام غير معقول، لقد تم القبض على خيرية منذ عدة سنوات بسبب تلك العلاقة المدعاة مع المافيا، ولم يستطيع أحد إثبات أي شيء وقتها. صادق قام وهو بيشعل لفاف التبغ وتأملهم ثم قال: بغض النظر عن ما حدث منذ سنوات، نحن الآن نعرف أن خيرية كانت أحد أهم أعضاء تشكيل المخدرات العصابي. رد عادل: مستحيل، لقد حققت مع الطبيب الشرعي الذي قام بتحليل جثتها، أخبرني أنها كانت على وشك الإفلاس ولم تملك حتى إيجار سكنها. صادق: على أي حال، لقد أثبتنا أن خيرية كانت تبيع المخدرات للشاهدة آمال وقت وقوع الجريمة. عادل: في الغالب القاتل محمود كان يريد قتل أمينة. صادق: أرجوك دعنا نقبض عليه في الحال ونضع آمال تحت الحراسة. بعد أن انتهت أمينة من ضحكتها: تفتكر المافيا ستتركنا نكشف الحقيقة ونغلق القضية بتلك السهولة؟ في الغالب أعينهم في كل مكان وينتظرون في منازلنا الآن. صادق: أعتقد أننا نقترب من المتهم، لكن ليس بعد. وصل إلى علمي أيضا أن محمود وأمال كانوا على علاقة وانفصلا من أسبوع فقط. عادل: أرهنك أن محمود قتل خيرية كي يحمي أمال. أمينة: عادل، لو لم يكن والد أمال معرفة قديمة لك لكانت وجهة نظرك اختلفت الآن، خصوصا إن علمت أن محمود كان مسافر إلى دبي في تلك الليلة. عادل: أمينة، لا تصدقي كل ما يقول محمود، لا تجعلي طيبة مشاعرك الرقيقة كامرأة تقف حائل أمام رؤيتك للحقيقة. انفعلت أمينة وردت: ماذا تقصد؟ أنا لا أقبل هذه الإهانة، اسحبها من فضلك. تدخل صادق سريعا: توقف، من فضلكم راجع ملفات القضية ودعونا نجتمع غدا للمناقشة مرة أخرى. في صباح اليوم التالي صادق بيقول: أمال أقسمت في التحقيقات أنها رأت محمود يطلق النار على خيرية، لكن كما علمنا بالأمس أمال كانت تشتري المخدرات من خيرية في نفس وقت وقوع الجريمة، وإن أمال كانت على علاقة بمحمود، هذين السببين كافين للشك في شهادتها.
عادل، لكننا وضعناها على اختبار كشف الكذب وظهر صدقها. أمينة، هذا الاختبار خاطئ بكل تأكيد، دي مدمنة ونحن نعلم أن كل المدمنين كاذبين. قاطعها صادق، اسمعوني، هل تعتقد أن آمال هي التي قتلت خيرية؟ رد عادل بسرعة، مستحيل، آمال ليست شخص عنيف بالمرة. أمينة، نعم يا صادق، أنا متأكدة أن آمال هي القاتلة، ولو فكرت قليلا أمامنا متهمين، محمود وأمال. محمود كان في دبي، إذن لابد أنها آمال. صادق، لكن ماذا عن السيد حلمي والد آمال؟ من الجائز أيضا أن يكون القاتل. عادل، لماذا تتهم السيد حلمي الآن؟ تعلم أنه صديق قديم لي. صادق، أمس حدث أمر غريب، توقف السيد حلمي بقسم الشرطة وطلب رؤيتي لأمر غير مهم في مكتبي، وبعد رحيله أصاب جهاز الكمبيوتر في مكتبي عطب، وهذا أمر لم يحدث من قبل. عادل، صادق، باتهامك لحلمي تقول إنه غبي، لا يمكن لأي مجرم حويط أن يرتكب جريمة كتلك وهو يعلم أن صديقه يعمل محقق في نفس المنطقة. أمينة، طبعا دي أفضل طريقة لارتكاب الجريمة، تظهره أنه بريء وليس لديه ما يخفيه. صادق، دعونا ننهي تلك الجلسة ونلتقي غدا بعد استجواب السيد حلمي. في اليوم التالي صادق بيقابلهم في نفس الغرفة ويبدأ بقوله: هل علمتم بالأحداث المؤسفة؟ بطريقي أمس لاستجواب السيد حلمي وجدته مقتولا في شقته، يبدو وإنه انتحر. عادل، المسكين حلمي، لابد أن الأمر كان مدبر. صادق، كانت هناك ورقة بجوار جثته كتب عليها قواعد المافيا. عادل، لم يكن انتحارا إذن، المافيا قتلته. أمينة، ليس ضروريا، من الممكن أن نفسر الورقة على أن حلمي قتل نفسه وكتب تلك الملحوظة كي يفسر قتله، كان عضوا في المافيا وقتل نفسه لتجنب القبض عليه، تلك هي قواعد المافيا. عادل، أمينة، هذا أمر غير معقول، حلمي عاش ومات فقير، كيف يمكن أن يكون عضوا في مافيا المخدرات؟ صادق، توقف، لقد قبضنا على أمال تهرب من موقع الجريمة أمس واعترفت أنها قتلت كل من خيرية ووالدها، قتلت خيرية من أجل المخدرات وقتلت أبوها كي تمنعه من أن يسلمها للشرطة، واعترفت أن السنوات التي قضتها مع محمود جعلتها مجرمة. عادل، إذن كنت على حق منذ البداية عندما قلت أن محمود هو الجاني، هو الذي صنع منها مجرمة وحرضها على القتل. ابتسمت أمينة وهي تقول: إذن أنا أيضا كنت على صواب. نهض صادق وهو يقول: أشكركم، لقد عثرنا على القتلة محمود وآمال، وسيتم تقديمهم للمحاكمة. غادروا الغرفة وعلى وجههم علامة رضا بعد النجاح في كشف اللغز وراء جريمة قتل أخرى. مغالطات الافتراض، Fallacies of Presumption، بعض الأخطاء في عملية التفكير اليومية راجعة إلى افتراضات غير مبررة في الطريقة أو الصيغة التي وضعت بها الحجة. هذه الافتراضات قد تكون عن قصد أو نتيجة سهو، في كلا الحالتين النتيجة هي أن هناك اعتقاد بحقيقة ما غير مثبتة أو مدعومة. عند وجود تلك الافتراضات داخل الحجة تتحول الحجة إلى مغالطة افتراض. هذه الفئة من المغالطات المنطقية لا تحدث كما في مغالطات الارتباط والحث الضعيف بسبب عدم وجود اتصال أو ضعف الارتباط بين المقدمات ونتيجة الحجة، أو لأن المقدمات لا تقدم كافي للنتيجة، لكنها تقع لأن مقدمات الحجة تفترض النتيجة مسبقا قبل أن تؤكدها. فئة مغالطات الافتراض تحتوي على عدة صور من المغالطات، من ضمنها مغالطة المصادرة على المطلوب begging the question، وفيها تفترض المقدمات أنها تدعم النتيجة في حين أن في الحقيقة المقدمات لا تقدم هذا الدعم، ومغالطة السؤال المركب complex question، تفترض أن سؤال مركب ومعقد من السهل الإجابة عليه بنعم أو لا أو إجابة بسيطة بشكل عام، في حين أن الإجابة أكثر تعقيدا في الواقع. ومغالطة المأزق المفتعل false dilemma، تصيغ الجدلية على صورة إما سين أو صاد
وتقدمها على إنها كل الحلول المتاحة، في حين إن في الواقع قائمة الحلول ليست ثنائية. ومغالطة قمع الأدلة suppression of evidence تفترض إنه لا توجد أي أدلة مهمة تم إهمالها من قبل المقدمات، في حين إن في الحقيقة المقدمات تغافلت عن بعض الحقائق المهمة. مغالطة تجاهل المؤهلات ignoring qualification signodum quid. أحد أكثر صور مغالطات الافتراض شيوعاً هي مغالطات تجاهل المؤهلات. في الحديث اليومي للبشر عادة ما تتداول عبارات صيغت حول عموم الأشياء، وقد يستند الناس عند إصدار أحكامهم الأخلاقية السياسية والاجتماعية على تلك الأفكار العامة. لكن المغالطة تقع إن انتقلت تلك الأفكار العامة بدون وجه حق إلى المحددات أو المخصصات، أي إن التعميم لا ينطبق دائما على التعيين لأسباب وجيهة تتعلق بالظروف الخاصة بتلك الحالة. هذه الفكرة عادة ما يطلق عليها العرضية accidental، حين نطبق أفكار وقواعد عامة على حالات فردية بدون مشروعية، أي إن الحالة الفردية لا تنطبق عليها التعميمات، نحن نرتكب مغالطة العرض المباشر fallacy of accident. هذه الصورة من المغالطات في عمومها يطلق عليها تجاهل المؤهلات أو المحددات التي تكون مشروعية الانتقال من صورة إلى أخرى، أي إن الفكرة التي انتقلنا بها من العام إلى المعين لم تكن مشروعة سواء عن قصد أو بدون قصد، وفي تلك الحالة قمنا بتجاهل المؤهلات. على سبيل المثال، هناك قانون يضع حد أقصى لسرعة السيارات، سيارات الشرطة هي سيارات، إذن لا يسمح لسيارات الشرطة بتجاوز حدود السرعة. بكل تأكيد التعميم المطروح هنا لا يمكن نقله إلى حالة سيارات الشرطة أو المطافي أو الإسعاف إلى آخره، لأن في كل حالة من تلك الحالات هناك ظروف خاصة تبطل هذا التعميم، وبالتالي الخاصية تبطل في حالة التعيين. مثال آخر، الديمقراطية تمنح الجميع حق الانتخاب، إذن يجب السماح للأطفال المجرمين وأصحاب الأمراض العقلية بالانتخاب. أو مثال آخر، الكذب كبرى الجرائم الأخلاقية، لا تكذب، إذن لو اضطررت لإعطاء معلومات سرية عن دولتك قم بإعطائها، لا تكذب. في كل تلك الأمثلة من الممكن رؤية المغالطة بوضوح، لأن التعميم في كل حالة لا ينطبق على التعيين، لأنها حالات عرضية خاصة لها ظروفها وملابستها. على الجانب الآخر، تجاهل المؤهلات حين نقوم بتعميم أفكار من المعينات إلى العوام أيضا أحد صور مغالطة تجاهل المؤهلات، وعادة ما تعرف بمغالطة التعميم الغير مسؤول hasty generalization. ارجع لحلقة المغالطات المنطقية الجزء الأول. وفي بعض الأحيان قد يشير إليها البعض بمغالطة العرض المعكوس fallacy of converse accident، الذي يبدو واضحا من الاسم إنها عكس صورة مغالطة العرضية، لكن الفكرة واحدة، المجادل انتقل بصورة غير مشروعة من فكرة طبقت على نطاق إلى نطاق آخر. مثلا تأمل هذا التعميم الغير مسؤول، يتم السماح لمرضى القلب بتناول مخدر المورفين، إذن ينبغي السماح لكل البشر بتناول المخدر. بكل تأكيد هذا التعميم غير مشروع، لأن المجادل تجاهل المؤهلات التي سمحت بتطبيق الخاصية في حالة التعيين مرضى القلب، وافترض خاطئا أن التطبيق كافي لخلق مشروعية للتعميم في كل الحالات. الأمر الغير مبرر وأحد صور مغالطة تجاهل المؤهلات. مغالطة المصادرة على المطلوب begging the question beat it you branch B. المغالطة عادة ما يساء فهمها على نطاق واسع نتيجة اسمها المصادرة على المطلوب. المغالطة تفترض حقيقة النتيجة التي تحاول إثباتها قبل أن تقوم بإثباتها. المطلوب أو السؤال في اسم المغالطة هو القضية محل الجدال أو الإثبات،
أي نتيجة الحجة أو الجدلية. المصادرة على تلك النتيجة أو المطلوب هو افتراض أنها حقيقية وليست محل شك أو نزاع قبل أن تطرح الحجة. اسم الحجة اللاتيني يعني طلب المصدر، وفي العادة هناك عدة طرق من الممكن أن ترتكب من خلالها المغالطة. الأولى، وهي الطريقة الأكثر شهرة، تحدث عندما يخلق المجادل وهم بأن المقدمات الغير كافية توفر دعم كافي لإثبات النتيجة من خلال استبعاد فرضية رئيسية مهتزة خاطئة، وصنع وهم بأن لا يوجد أي شيء آخر مطلوب لدعم النتيجة. تأمل الأمثلة التالية: القتل جريمة وخطأ أخلاقي، وبالتالي يتبع من هذا أن الإجهاض خطأ أخلاقي، أو من الواضح أن المرضى المصابين بأمراض عضال لديهم الحق في إنهاء حياتهم بمساعدة الطبيب. في نهاية الأمر كثير من هؤلاء البشر غير قادرين على الانتحار بأنفسهم، أو نحن نعلم أن البشر يقصدون أكل الكثير من الفاكهة لأن الزراعة البشرية مناسبة لقطف ثمار الفاكهة من على الأشجار. في المثال الأول، كيف نعلم أن الإجهاض أحد صور القتل؟ الحجة تصادر على المطلوب، وهو إثبات أن الإجهاض صورة من القتل بافتراض أنه كذلك في مقدمات الحجة. وفي المثال الثاني، ليس من الكافي أن أصحاب المرضى العضال غير قادرين على إنهاء حياتهم لتبرير حقهم في مساعدة الأطباء على ذلك. وأخيرا، هل تركيب وظيفة ذراع الإنسان تخبرنا ماذا يجب أن نأكل؟ بكل تأكيد الجدلية لا تجيب على هذا السؤال. في تلك الأمثلة، الأسئلة المطروحة تشير إلى أن هناك شيء ما ترك أو استبعد من الحجة الأصلية. مثلا في المثال الأول، هناك مقدمة مفقودة وهي الإجهاض هو أحد صور القتل. وفي مثال الزراعة الطويلة، المقدمة المفقودة هي تركيب ووظيفة زراعة الإنسان ترشدنا إلى كيف يجب أن يأكل الإنسان، وهكذا. تلك المقدمات جوهرية لإثبات صلاحية وصحة الحجج المطروحة. لو المجادل غير قادر على إثبات حقيقة تلك الفرضيات، تصبح الحجج السابقة خاوية، لا تثبت حقيقة أي شيء. وفي الغالب عادة ما يكون هذا هو السبب وراء استبعاد تلك المقدمات في مغالطة المصادرة على المطلوب. المجادل غير قادر على إثبات حقيقة تلك الأطروحات، ويحاول استخدام عبارات وجمل خطابية مثل بالطبع، بوضوح، ولهذا، في نهاية الأمر، إلى آخره، على أمل أن يخلق وهم وأن المقدمات المطروحة ستوفر الدعم الكافي للنتيجة، لكنها في الواقع لا تقوم بذلك. هذا النوع من الجدال عادة ما يظهر في كثير من الحجج الدينية حول إثبات وجود الله، روح، خلود، إلى آخره. تأمل مثلا هذا المثال: انظر حولك، الكون تظهر فيه درجة مذهلة من النظام والدقة. بكل تأكيد هذا الكون من صنع إله مصمم عاقل وذكي. هذه الصيغة من الجدال شائعة جدا عند حول إثبات وجود الله، وداخل داعمي أطروحة التصميم الذكي Intelligent Design، لكنها في الواقع ترتكب مغالطة المصادرة على المطلوب. لأن كيف نعلم أن مظاهر النظام والدقة في الكون من الممكن أن تأتي فقط من خلال مصمم عاقل وذكي؟ ادعاء أنها أتت من خالق مصمم عاقل وذكي قد يكون صحيح، لكن إثبات حقيقة هذا الادعاء يقع على عاتق طارح الحجة. بدون أدلة داعمة أو أسباب مقنعة للاعتقاد في حقيقة هذه الأطروحة، تصبح الحجة خاوية، لا تثبت أي شيء. الصورة الثانية من مغالطة المصادرة على المطلوب قد تحدث عندما يتم إعادة صياغة فرضية خاطئة بطريقة مختلفة كنتيجة محتملة. في تلك المغالطة، المقدمات تدعم النتيجة والنتيجة تؤكد المقدمة. مثلا عقوبة الإعدام مبررة في حالة جرائم القتل، لأنه من الملائم والشرعي أن يقتل شخص ما لارتكابه مثل هذه الأفعال لا إنسانية البغيضة. أو مثلا كل من يبشر بالثورات ينادي بالفوضى، لسبب بسيط هو أنه إن لم يرد الفرد الفوضى لا يمكن أن يعز بالثورة. في المثال الأول،
القول بأن الإعدام مبرر هو نفس الشيء كقول أن قتل القاتل ملائم وشرعي، أي إن المقدمة والنتيجة تقر بنفس الشيء، لكن بتكرار نفس الأطروحة بلغة مختلفة قليلاً المجادل يحاول أن يوهمنا أن هناك دليلان مستقلان لدعم نتيجته، لكن في الحقيقة لا يوجد سوى طرح واحد فقط، وباقي الحجة تستخدم أدوات لغوية للتلاعب بالمتلقي. الحجة صادرت على المطلوب، لأن كيف نعرف إن كانت عقوبة الإعدام فعلا شرعية وملائمة؟ ما هو الدليل الداعم لتلك الأطروحة؟ وبنفس الصورة في المثال الثاني، المغالطة صادرت على المطلوب، لأن كيف نعلم أن المطالبين بالثورة يريدون الفوضى؟ ما هو الدليل الداعم لتلك الأطروحة؟ الصورة الثالثة التي قد تقع بها المغالطة عندما تنطوي على تفكير دائري في سلسلة من الاستدلالات، تبدأ بفرضية قد تكون خاطئة، وبالتالي صحة المقدمات لا يمكن البرهنة عليها دون صحة النتيجة، وصحة النتيجة لا يمكن البرهنة عليها دون صحة المقدمات، وهكذا في دائرة مغلقة. من الممكن وضع صورة الاستدلال الدائري circular reasoning كالآتي: واحد، سين حقيقية لأن صاد حقيقية. اثنين، صاد حقيقية لأن سين حقيقية. إذن المصادرة على المطلوب هنا تعتمد على تلك الدائرة المغلقة بين المقدمات والنتيجة، وبالتالي يدور البرهان في دائرة تعتمد فيها كل قضية على الأخرى دون نهاية، وقد تطول تلك الدائرة المغلقة ويصعب تتبعها نتيجة لاستخدام المجادل لأدوات لغوية وخطابية معقدة. الاستدلال الدائري يقع تحت عباءة مغالطة المصادرة على المطلوب، لأنه لا يقدم دليل مستقل عن النتيجة كي يدعم حقيقتها، أو يفشل في ربط ما هو غير معروف أو مبرهن بما هو معروف ومستدل عليه. مثلا، الروح جوهر بسيط لأنها خالدة، لا تتجزأ ولا تتحلل ولا تفسد، والروح لا بد لها من أن تكون خالدة لأنها جوهر بسيط. أو نحن نعرف طبيعة الله وصفاته من الإنجيل، ونحن نعرف أن ثقتنا في الإنجيل مطلقة لأنه موحى به من الله. الحجة السابقة مجرد مثال لتوضيح المغالطة فقط، من الممكن أن يستبدل فيها الإنجيل بالتوراة، القرآن، أو أي نص ديني مقدس آخر عند طائفته. أرسطو أرستاتل تناول المصادرة على المطلوب في عمله الخالد عن المنطق الأورغانون أو المنطق الأرسطي، العمل المكون من 6 كتب فصل فيها أرسطو وسيلته للوصول إلى الحقيقة، أو كما أراد بعنوانه آلة العلم. في الكتاب الثالث التحليلات الأولى الأناليتيكا Prior Analytics، جادل أرسطو إنه إذا حاول المرء إثبات ما هو غير واضح بذاته عن طريق افتراضه والتسليم به بداية، فإنه بذلك يصادر على المطلوب أو يسلم بالمسألة المطروحة محل الإثبات، أي يفترض ما ينبغي عليه إثباته. هذا التوصيف الأرسطي يعد توصيف معرفي epistemological، أي إن في البرهان الأولية المعرفية للمقدمات سابقة على النتيجة. لكن في الكتاب الرابع المواضع الجدلية أو الطبيقة topics، تناول أرسطو المصادرة على المطلوب عندما ترد في النزاع الجدلي بين طرفين أو خصمين. مثلا، عندما يطلب الفرد سين من خصمه صاد أن يسلم بالفرضية فيه كمقدمة عليه قبولها، وفي الحقيقة أرسطو حدد السياق كعامل أساسي لتحديد إن كانت المصادرة على المطلوب مغالطة داخل النص. هل السياق هو سياق جدل قائم بين فردين لكل منهم معتقداته الخاصة، أم إن السياق معرفي؟ إذن عند التعامل مع المصادرة على المطلوب لابد من التمييز بين السياق المعرفي أو السياق الأبستمي أو السيمانتيكا سيمانتكس أو سياق دلالة الألفاظ ومعانيها، أي السياق الذي تتضح فيه علاقة الكلمات والألفاظ المستخدمة بدلالتها في الواقع، والسياق التداولي الجدلي أو البراغماتيكا براغماتكس أو العلاقة بين الرموز اللغوية ومستخدميها من البشر.
أي الطرق التي يستخدم بها البشر اللغة والتي تتجاوز نطاق المعاني الدلالية للكلمات المستخدمة. عارف إن الفكرة أصبحت معقدة بعض الشيء. بتبسيط غير مخل، التفرقة الأساسية بين الدلالة والتداول يتوقف عليها إن كانت الحجج الدائرية مغالطة بالضرورة أم لا، وهذه التفرقة تعتمد على سياق الحوار المطروحة بداخل الحجة والالتزامات الاعتقادية عند المتحاورين. المصادرة على المطلوب تعد مغالطة إذا فشلت في تحقيق وظيفة أساسية من وظائف الحجة، وهي الوظيفة البرهانية، أي إذا لم تغير شيء في درجة ثقة المتلقي في النتيجة محل الإثبات، أي إن كانت درجة اعتقاده في النتيجة واحدة قبل وبعد الحجة، أي إن كانت الحجة تكرر النتيجة في المقدمات وتقدم هذه النتيجة إلى متلقي لا يعتقد أصلا في تلك النتيجة ولا يلتزم بها، فإنها عندئذ لا تؤدي وظيفتها البرهانية، وتحت هذا السياق تعد مغالطة. أما إن قدمت النتيجة كجزء من المتقدمات إلى متلقي يعتقد في النتيجة مسبقا ويلتزم بها، في هذا السياق التداولي لا تعد مغالطة. السبب أني بحاول توضيح تلك الفكرة إنها شائعة كثيرا في الجدال حول المعتقدات الدينية. مثلا دكتور عادل مصطفى في كتابه المغالطات المنطقية فصول في المنطق الغير سوري طرح هذه الصورة التخيلية عن حوار دار بين فرد مؤمن وآخر غير مؤمن. المؤمن بيقول: سيظل القرآن الكريم إلى يوم القيامة محفوظا من كل التصحيح والتحريف. الغير مؤمن: ما الدليل على ذلك؟ المؤمن: الدليل أن الله يقول في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الجدلية تحتوي على مغالطة المصادرة على المطلوب، لأن المتلقي ليس لديه أي التزام عقائدي بالقرآن، وبالتالي الدليل المطروح لا يضمن لديه أن يبقى القرآن محفوظ بما فيه، ووقعت المغالطة من خلال الاستدلال الدائري في تلك الحالة. لكن لو استخدمت تلك الحجة بنفس الصورة في سياق تداولي آخر بين داعية مؤمن ومتلقي أيضا مؤمن ولديه التزام اعتقادي بالقرآن، مثلا في خطبة صلاة الجمعة، في تلك الحالة قامت الحجة بوظيفتها البرهانية وتكون حجة صائبة ولا تشبه مغالطة المصادرة على المطلوب، لأن المتلقي لديه التزامات اعتقادية سابقة بالقرآن، وبالتالي النتيجة المستخدمة في المقدمة تعد جزء من البرهان. ظهور النتيجة في المقدمة أمر مقبول لأنها فعلا أمر مصدق بالنسبة للمتلقي. إذن نخلص من هذا إن يقع على عاتق المجادل أن يدرك هوية المتلقي والتزاماته الاعتقادية المبدئية، وأن يتجنب تأييد المذهب من داخله، أي يصادر على المطلوب. هذه صورة لحجة قامت بالمصادرة على المطلوب في حالة وكانت صحيحة في حالة أخرى حسب السياق التداولي الذي طرحت فيه، وبالتالي تصبح المصادرة على المطلوب هي مغالطة تداولية بالأساس. وفي كتابه المهم نسق المنطق A System of Logic للفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل ذهب لأن جميع صور الاستدلال الاستنباطي ترتكب مغالطة المصادرة على المطلوب، لأن القياس سيلوجيزم بيتضمن مصادرة على المطلوب، لأن المقدمة الكبرى فيه تفترض صحة النتيجة. مثلا 1- كل إنسان فان. 2- أفلاطون إنسان. 3- إذن أفلاطون فاني. المقدمة الكبرى أو الأولى كل إنسان فاني تفترض النتيجة مسبقا، بمعنى أننا لا يمكن أن نصدق صحتها إن لم نكن مصدقين إن أفلاطون فاني، لأن هناك الآن إنسان واحد غير فاني. على أي حال سنعود في الحلقات المستقبلية لمناقشة منطق القياس بالتفصيل. السؤال المركب المشحون Complex question plurum interrogatum.
تقع تلك المغالطة عندما يطرح المجادل سؤالين أو أكثر في صورة سؤال واحد وإجابة واحدة تعطى للإجابة على كليهما. التكنيك الذي يعتمد عليه المجادل هو دس فرضيات مسبقة غير مبررة في التزامات الخصم الاعتقادية. كل سؤال مركب يفترض وجود شرط ما، وعندما يقوم المتلقي بالإجابة على هذا السؤال تنجح الحجة في تقرير هذا الشرط المفترض، أي إن السؤال المركب يحتوي على فخ خفي يجبر المتلقي على الاعتراف بشيء ما. تأمل هذه الأمثلة: هل توقفت عن الغش في الامتحانات؟ أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها؟ تخيل إن إجابتك على السؤال الأول كانت بنعم، وعلى السؤال الثاني تحت الفراش. في تلك الحالة تظهر الحجج التالية: سئلت إن كنت توقفت عن الغش في الامتحانات فأجبت بنعم، إذن يتبع من هذا أنك كنت تغش في الامتحانات في الماضي. سئلت أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها وأجبت تحت الفراش، إذن يتبع من هذا أنك في الواقع تدخن السجائر. دلوقتي تخيل أنك أجبت على السؤال الأول بلا، والسؤال الثاني لم أخفي شيئا. ستظهر تلك الحجتين في هذه الحالة: سئلت إن كنت توقفت عن الغش في الامتحانات فأجبت بلا، إذن يتبع من هذا أنك ستستمر في الغش في الامتحانات. سئلت أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها وأجبت لم أخفي شيئا، إذن يتبع من هذا أنك دخنتها بالكامل. إذن من الواضح أن في كل من هذين المثالين هناك سؤالين: هل غشيت في الامتحانات في الماضي؟ إن كانت إجابتك بنعم، هل توقفت عن الغش الآن؟ هل كنت تدخن السجائر؟ ولو كانت إجابتك بنعم، أين أخفيتها؟ إن لم يدرك المتلقي الفخ في هذا السؤال المركب وجاوب ببراءة، قدم على نفسه اعتراف ووقع في فخ الاعتراف بشيء لم يقدم عليه دليل بالمرة. التعامل الذكي في تلك الحالة مع هذا النوع من المغالطات هو تحليل السؤال المركب إلى الأسئلة المكون منها والإجابة عنها بشكل مستقل. المحققين ورجال الشرطة يستخدمون هذه المغالطة المنطقية كفخ للإيقاع بالمتهم للاعتراف بفعلته. مثلا: أين أخفيت جسم الجريمة؟ ما الذي دفعك لتزوير تلك الوثيقة؟ في تلك الحالة يفرق المنطقيين بين هذه النوعية من الأسئلة ويطلقوا عليها الأسئلة الاستدراجية leading questions. الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون سيرل في كتابه البديع الوعي واللغة Conscious and Language اللي نشره سنة 2002 ذهب إلى أنه يجب تحليل السؤال الفلسفي المطروح تحليل دقيق قبل محاولة الإجابة عليه، أو عرض وجهات النظر الفلسفية التي قد يتناولها السؤال. لابد من فحص السؤال وتحليل عناصره أولا وتحديد الافتراضات بداخله. لا تسلم بالأسئلة، حلل السؤال قبل أن تجيب عليه. المأزق المفتعل False Dichotomy. عندما تقدم الحجة مفضلة إما أو Either or بين قضيتين ضمن مقدمتها وهناك خيارات أخرى مطروحة في تلك الحالة، إذن المجادل أذال خيار آخر غير مرغوب فيه إما بدون قصد أو عن عمد، تاركا المتلقي أمام اختيار أحد الحلين المطروحين فقط. في تلك الحالة الحجة صحيحة، لكن بما أن المقدمات غير تفاضلية بشكل حصري تصبح الحجة غير سليمة unsound. هذه الجدلية عادة ما تظهر بوضوح في أسلوب حديث الشباب المتحمسين والمبالغين عند رؤية الواقع. مثلا تصور هذه الجدلية من ابن لأبي: إما أن تعطيني النقود لأشتري كرة القدم وأتدرب لأكون لاعب مشهور في يوم من الأيام، أو أكون بائس وفاشل لبقية حياتي. أنا أعلم أنك لا تريدني أن أكون فاشل وبائس، إذن لابد أن تعطيني النقود كي أشتري كرة القدم. بكل تأكيد المفضلة بين شراء كرة القدم والفشل والبأس إلى الأبد ليست حصرية،
أي إن هناك احتمالات وخيارات أخرى. مثلا خيار آخر قد يكون التدريب في المدرسة أو النادي، أو قد يمارس الفرد هواية أخرى كالغناء مثلا ويصبح ناجح فيها إلى آخره. الطبيعة المغالطة للمأزق المفتعل تكمن في خلق وهم أن الخيارين المطروحين في المقدمة هما الاختيارين الوحيدين ولا بد من اختيار أحدهما. ومن هنا المغالطة تجعل إن بعض المقدمات تبدو صحيحة أو على الأقل محتملة بشكل خاطئ، لكن المغالطة لا تقع إن كان أحد الخيارات المطروحة صحيح بشكل قاطع، أي بما لا يدع مجال للشك. مثلا 1- القاهرة تقع إما في قارة أفريقيا أو قارة آسيا. 2- القاهرة لا تقع في قارة آسيا. 3- إذن القاهرة تقع في قارة أفريقيا. هذه الحجة صحيحة وسليمة لأن أحد مقدماتها صحيحة بما لا يدع مجال للشك، بالرغم من أن هناك خيارات أخرى قد تطرح في المقدمة. الأدلة المكبوتة Suppressed Evidence. الحجج الاستدلالية مقنعة طالما كان تركيبها المنطقي سليم ومقدمتها حقيقية وصحيحة، لكن المقدمات حقيقية فقط إن كانت تقدم دليل على حقيقتها ولا تتجنب أي أدلة أخرى مهمة قد تشير إلى حقيقة أخرى. لو تجنبت الحجة الاستدلالية دليل ينطبق عليه هذا المعنى، في تلك الحالة يقال أن الحجة ارتكبت مغالطة الأدلة المكبوتة، أي أخفت دليل مهم يشير إلى حقيقة مخالفة للأدلة. تأمل المثال التالي: أسماك القرش قاتلة، من فصيلة الأسماك المفترسة، لديها القدرة على افتراس كائنات بحرية أخرى في لحظات مثل كلب البحر، وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على البشر ولا بد التخلص منها. المجادل في تلك الحجة تجنب حقيقة مهمة جدا، وهي أن معدلات حالات مهاجمة أسماك القرش سنويا للبشر قليلة جدا، مثلا 16 حالة سنويا في الولايات المتحدة مقارنة ب 30-50 حالة سنويا تهاجم فيها الكلاب البشر، ومعدل حالة وفاة واحدة كل سنتين قد ينتج عن أسماك القرش. وبالتالي خطورة التعرض لهجوم من أسماك القرش قليلة جدا، ولا تقدم استدلال كافي قوي في تلك الحجة على النتيجة، وهي إنها تشكل خطورة كبيرة على البشر وبالتالي لابد التخلص منها. هذه المغالطة تصنف كأحد صور مغالطات الافتراض، لأنها تعمل على المتلقي فقط من خلال خلق افتراض وهو أن المقدمات صحيحة وكاملة. أحد أكثر الصور شيوعاً من مغالطة الأدلة المكبوتة عادة ما يحدث في الإعلانات والدعاية. تقريباً كل إعلان يتجنب ذكر الآثار والخواص السلبية للمنتج المعلن عنه، وكنتيجة المتلقي للدعاية يبني نتيجة خاطئة لاعتقاده أن المادة الإعلانية قدمت له الحقيقة كاملة. مثلاً بعض الإعلانات قد تدعي أن الطعام لا يمكن طهيه بدون السمن البلدي، لكن هذا الإعلان تجنب ذكر مخاطر السمن البلدي مثل زيادة معدلات الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين التاجية وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي حتى وإن كان الطعام فعلا أفضل عند طهيه بالسمن البلدي لا يكفي هذا لتبرير المخاطر التي قد تنتج عنه. وبالتالي ليس من العقلاني إخفاء تلك المعلومات عند محاولة إقناع المشاهد بشراء المنتج. أحد الصور الشائعة أيضاً للمغالطة عادة ما يظهر في الحملات الانتخابية وتنافس بين مرشحين. أحد الطرق التي قد يستخدمها مرشح هو مهاجمة المرشح الآخر من خلال ذكر مساوئه والأفعال التي قام بها وقد تكون سببت مشاكل في الماضي، لكنه يتجنب ذكر سياساته وقراراته الجيدة ويبني على هذا نتيجة أنه هو المرشح الذي يجب أن يختاره الناخبون. مثلاً السادة والسيدات الأفاضل، السيد سين دعم سياسات أدت إلى فشل المنظومة الصحية والتأمينات، وتوصياته بشأن الميزانية زادت من العجز في ميزان المدفوعات. ناهيكم عن سياساته الخارجية التي زعزعت الاستقرار في المنطقة، لذا أعطوني أصواتكم.
ورشحكم الأفضل لهذا المنصب. ما قد يكون قد غفل عن ذكر المتحدث مثلا والنجاحات المتكررة للسيد سين، أو أنه هو نفسه أقل كفاءة من السيد سين للمنصب، وأن توصياته وقراراته بخصوص نفس القضايا قد تكون أسوأ. لأن عند ذكر هذه الحقائق في تلك الحالة يصبح السيد سين هو الاختيار الأمثل للمنصب، وبالتالي قام المتحدث بارتكاب مغالطة الأدلة المكبوتة كي يقود المتلقي إلى النتيجة التي يسعى هو إليها. صورة أخرى لمغالطة الأدلة المكبوتة هو تجاهل أحداث مهمة تجعل نتيجة الحجة الاستدلالية غير معقولة. مثلا في أحد المناظرات في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين المرشح الرئاسي ميت رامني والرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما، ميت رامني جادل: الجيش الأمريكي لديه عدد أقل من البوارج وبنادق M1 ومدافع هاوتزر مما امتلكه الجيش سنة 1940، وبالتالي فإن القوة القتالية للجيش الأمريكي أقل فاعلية اليوم مما كانت عليه عام 1940. الحجة تجاهلت حقيقة أن البوارج وبنادق M1 ومدافع هاوتزر أصبحت تكنولوجيا قتالية عفى عليها الزمن، وتم استبدالها بسفن أحدث وأكثر كفاءة ومدافع أكثر قدرة، وبالتالي النتيجة غير حقيقية. أحد الصور الأخرى التي قد يتم فيها كتم الأدلة هو اقتطاع النصوص من سياقها لإخفاء بعض الحقائق عن المتلقي، وبالتالي الترويج لحقيقة استدلالية من المقدمات الناقصة. على أي حال، مغالطة الأدلة المكبوتة تشبه كثيرا مغالطة المصادرة على المطلوب، لأن المجادل يترك مقدمة أساسية من الحجة. الفارق أن مغالطة الأدلة المكبوتة تترك فرضية تقود إلى نتيجة مخالفة لنتيجة الحجة، في حين أن مغالطة المصادرة على المطلوب تترك فرضية مطلوبة لدعم النتيجة المثبتة في الحجة. لكن لأن المغالطتين تترك أحد المقدمات من الحجة، في بعض الأحيان قد يصعب التفريق بينهما دون التدقيق. مغالطات الغموض Fallacies of Ambiguity. معاني الكلمات والجمل قد تتغير وتتلون داخل الجدليات سواء بدون قصد أو عن عمد. مصطلح ما قد يظهر بصورة ما في مقدمات الحجة لكنه يستخدم بصورة مختلفة أو ليعني شيء آخر في نتيجة الحجة، وفي تلك الحالة الاستنباط أو الاستنتاج في الحجة يكون خاطئ لأن المقدمات قصدت شيء مختلف عن النتيجة. هذه الفئة من المغالطات تعرف بمغالطات الغموض Fallacies of Ambiguity، أو قد يطلق عليها البعض السوفسطائيات Sophisms. الاستخدام المتعمد لهذا النوع من المغالطات عادة يكون من السهل التعرف عليه، لكن عندما تحدث تلك المغالطات بدون قصد يصبح من الصعب التعرف عليها سواء نتيجة أخطاء لغوية، تركيبية، قواعدية أو منطقية. سنستعرض عدة صور من مغالطات الغموض. الاشتراك اللفظي Equivocation. تحدث مغالطة الاشتراك اللفظي عندما تكون نتيجة الحجة تعتمد على حقيقة أن كلمة أو عبارة ما استخدمت بصورتين مختلفتين داخل الحجة سواء بشكل ظاهر أو ضمني. هذا الأمر راجع لأن كثير من الألفاظ اللغوية مشتركة equivocal، أي أن لها أكثر من معنى واحد وبعضها له نطاق واسع من المعاني. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي أشار في الجزء الأول من كتابه المستصفى إلى الألفاظ المشتركة كالآتي: وأما الألفاظ المشتركة فهي الأسامي التي تنطبق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة، كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهو العين الفوارة، وللذهب وللشمس، وكاسم المشتري لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف. اشتراك الألفاظ في دلالتها يعود بدرجة كبيرة إلى التطور التاريخي للغة والاتفاق الاجتماعي على ربط اللفظ
بدلالة معينة يدل عليها. هذا الارتباط في كثير من الأحيان يكون اعتباطياً قائم على شيوع الاستخدام بصورة معينة convention. هذه الدلالات التي قد تؤدي إلى الالتباس يتم التغلب عليها عادة من خلال السياق الذي تطرح فيه، وبالتالي يساعد في توضيح الدلالة المقصودة من اللفظ المشترك. فالكثير من الألفاظ والكلمات مطاطية متعددة الاستخدامات وتتلون حسب استخدامتها، فقد تتسع أو تضيق دلالتها حسب الظروف والحاجات. لكن في بعض الأحيان قد لا يساعدنا السياق على التعرف على الدلالة التي يشير إليها اللفظ المشترك، وفي تلك الحالة ينشأ هذا الالتباس حين يعجز كل من السياق والتعريف عن حصر نطاق المعاني الخاصة باللفظ في دلالة واحدة، وحين يقوم المجادل بدون قصد أو عمد باستخدام لفظ مشترك في سياق حجة ينتج عنه التباس في المعاني والدلالات اللفظية للكلمة، تصبح الحجة في تلك الحالة مغالطة اشتراك fallacy of equivocation. مثلا 1. السلطة التشريعية يمكن أن تلغي أي قانون. 2. قانون الجاذبية هو قانون. 3. لذلك يمكن للسلطة التشريعية إلغاء قانون الجاذبية. لفظة قانون في هذا المثال استخدمت بشكل ملتبس لتدل على معنيين مختلفين. في المقدمة الأولى المقصود كان القانون الوضعي الذي يحق للسلطة التشريعية إلغاؤه، أما في المقدمة الثانية المقصود كانت قانون الطبيعي. مثال آخر، الفأر حيوان، لذا الفأر الكبير هو حيوان كبير. هنا استخدام كلمة كبير تم بشكل ملتبس لأنها تشير إلى دلالتين مختلفتين حسب السياق. نفس الفكرة قد تنطبق على كلمات أخرى قد تستخدم بشكل نسبي حسب السياق، مثل صغير، جيد، سيء، خفيف، ثقيل، سهل، صعب إلى آخره. عادة ما تستخدم مغالطة الألفاظ المشتركة في الخطب السياسية، حيث يستخدم السياسيين عبارات وكلمات مثل الأمن القومي، الاستقرار، الفرص المتكافئة، العدالة الاجتماعية، الحرية وغيرها بطريقة في بداية خطابهم قد تختلف كثيرا عن استخدامهم لها في نهاية الخطاب لإقناع المستمعين بحجتهم بشكل مغلوط. التشابه، اشتراك التركيب، amphiboly. عادة ما تحدث مغالطة التشابه عندما يسيء المجادل فهم جملة مشتبهة أو غامضة ويبني على فهمه الخاطئ نتيجة الحجة. الجملة المشتبهة عادة ما يؤكدها فرد آخر غير المجادل، والاشتباه عادة ما ينتج عن خطأ في استخدام قواعد اللغة، النطق، التشكيل، التنقيط والرموز إلى آخره، أي إن الجملة حمالة أوجه. بسبب تلك الأخطاء قد تفهم الجملة بصورتين مختلفتين تماما، والمجادل عادة ما يتبنى التفسير الخاطئ بدون قصد أو عمد ويبني نتيجة حجته بناء على هذا التفسير. في الواقع منذ بداية التاريخ الإنساني والمنجمين، العرافين والكهنة كانوا أبرع من استخدم مغالطة الاشتباه، ووضعوا تنبؤاتهم في صيغ ملتبسة ومتشابهة يمكن تفسيرها على عدة أوجه، بحيث تحقق لهم التملص من أي حقيقة يمكن أن تكذب تنبؤاتهم. الخدعة في صنع نبوءة غير قابلة للتكذيب من الأساس هو أن تجعلها قابلة للتفسير لكل ملاحظة ممكنة، للدرجة التي يمكن تفسيرها عند وقوع الحدث أو امتناعه، أي أن مهما آلت الأمور إليه سيمكن تأويل النبوءة بصورة أو أخرى. المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت روى أن الملك كريوسيوس ملك ليديا أخذ مشورة كاهنة الوحي في دلفي قبل الخروج للمعركة ضد سايرس ملك فارس. الكاهنة تنبأت بالآتي: إذا ذهب كرويسوس ليحارب سايرس فسوف تدمر مملكة عظيمة. كما تصورت كرويسوس بالنبوءة وفسرها على أنه سيدمر مملكة فارس، لكنه هزم على يد ملك فارس وكتب له البقاء كي يعود إلى دلفي ويقابل الكاهنة مرة أخرى، التي ردت
إن النبوءة كانت صادقة، فقد دمرت مملكته هو بالذهاب إلى الحرب. بكل تأكيد الخدعة واضحة جدا بالنسبة لك. الكاهنة استخدمت الالتباس الذي نتج في الجملة عن عدم تحديد أي مملكة ستدمر، وبالتالي تصبح الجملة دائما صحيحة في حالة الحرب بين مملكتين، لأن أحدهما على الأقل ستدمر. ولو كان كرويسوس فطن لتلك المغالطة لطلب تحديد من الكاهنة أي مملكة ستهزم. نفس الصورة من التنبؤ ما زالت شائعة حتى اللحظة في العصر الحديث، وما زلنا نشاهد قارئ النجوم، التاروت، العرافين وغيرهم بيلعبون نفس الخدعة ويقدموا تنبؤات حمالة أوجه مشتبهة يمكن تبريرها في كل الحالات. أكثر تلك التنبؤات شيوعا عادة ما يكون في نهاية العام ومع بداية عام جديد. يطرح عدة تنبؤات تحمل معاني ملتبسة، إن العام الجديد سيكون مليء بالخير لكنه أيضا سيكون عام سيء. وحين يقع إحدى الأمرين يسرع المتنبئ بالإشارة إلى أن نبؤته صح لأن أحد أوجه الالتباس تحقق. لكن المغالطة ليست قاصرة فقط على العرافين. تأمل مثلا الجملة التالية: أحمد أخبر محمد أنه أخطأ وبالتالي يجب معاقبة محمد. الحقيقة هذه الجملة متشابهة، لأن الضمير أنه غير محدد، أي لا نعرف على وجه التحديد عائد على من، هل أحمد هو الذي أخطأ أم محمد. لكن في الحقيقة مغالطة التشابه قد تكون شديدة الخطورة إن حدثت في حالتين: حالة العقود القانونية وحالة الوصية. كاتبي تلك الوثائق عادة ما يعبروا عن نواياهم بصيغة قد تكون ملتبسة وغير واضحة بدون قصد، الأمر الذي يؤدي إلى تفسيرها بعدة صور. تأمل هذه الوصية مثلا: السيدة آمال أوصت بترك عقدها الذهبي وقطتها لهدى وندى، وبالتالي من تلك الوصية قد نستنتج إن هدى ستحصل على العقد الذهبي، على العقد الذهبي، وندى على القطة، لأنها أحد صور تفسير الوصية. قد تجادل ندى إن المقصود هي أن تتقاسم هي وأختها ملكية كل من العقد والقطة، لكن في الحقيقة هذه إحدى الصور التي يمكن تفسير الوصية بها، لكنها ليست الصورة الوحيدة. السيدة آمال كان من الممكن أن تحل تلك الإشكالية بإضافة يتشارك بالتساوي الملكية أو تقسم الملكية. لك أن تتصور بالطبع شكل الخلافات التي ستنتج عند تنفيذ تلك الوصية سواء بالاقتسام أو التشارك. مثال آخر قد يكون في صيغة عقد. تأمل المثال التالي: السيد محمود كتب العقد التالي: مقابل إنهاء بناء الدور الأول من المنزل يدفع للمقاول مبلغ 1000 جنيه ومكافأة 100 جنيه إن أنهى العمل في نهاية الشهر. لكن المقاول لم ينهي العمل في نهاية الشهر، وبالتالي السيد محمود لن يدفع له 1000 جنيه أو المكافأة. أرجو أن الالتباس يكون واضح بالنسبة لك. في تلك الحالة هل المكافأة فقط مشروطة بإنهاء العمل بوقته أم الأجر والمكافأة؟ مغالطة التشابه تختلف عن مغالطة التركيب اللفظي بصورتين. الأولى إن التركيب اللفظي عادة ما ينتج عن التباس في معنى كلمة أو جملة محددة، لكن التشابه عادة ما ينتج عن التباس في التركيب اللغوي أو القواعد المستخدمة عند بناء الجملة. الصورة الأخرى في الاختلاف هي إن التشابه عادة ما يحدث نتيجة خطأ يقوم به المجادل عند تفسير جملة ما يطرحها فرد آخر، لكن في حالة التركيب اللفظي المغالطة تحدث نتيجة صياغة المجادل نفسه. لكن في بعض الأحيان قد تطرح جمل تشترك في كل من مغالطة الاشتباه والتركيب اللفظي، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد أي المغالطتين تنطبق على الجملة، لكن التحليل اللغوي الدقيق عادة ما يساعد في إظهار الالتباس. النبر accent. الغموض قد ينتج في بعض الأحيان عن استخدام اللفظ بمعاني متعددة داخل الحجة الواحدة، لكن التغير عادة ما ينتج عن التأكيد أو النبرة المستخدمة لإظهار كلمة أو جملة محددة داخل الجدلية. عندما تعتمد مقدمات الحجة على تأكيد ما داخلها لكن النتيجة يستدل عليها بتأكيد نفس الكلمة بصورة مختلفة،
في تلك الحالة مغالطة النبر ارتكبت. الفكرة قد تبدو بسيطة لكنها شديدة الخطورة، وفي كثير من الأحيان تجعل التعرف على المغالطة أمر عسير. هناك عدة صور من النبر. الصورة الأولى النبر أو التأكيد على الأحرف. أرسطو كان أول من رصد هذا النوع من المغالطات في عمله الخالد دحض السوفسطائيات On Sophistical Refutations، وعدها أرسطو ضمن مغالطات الغموض في اللغة، وجادل إنها تحدث عندما نعجز عن أن نعني ذات الشيء باستخدام ذات الأسماء أو التعبيرات. اللغة اليونانية القديمة ككثير من اللغات وقتها لم تكن تحتوي على علامات نبر تبين كيف يجب أن تنطق الكلمات، ولكن متحدثي اللغة تعاملوا مع اللغة المكتوبة بناء على معرفة قبلية باللغة، كما كان الحال مثلا في اللغة العربية القديمة قبل الإعجام التنقيط والتشكيل، وبالتالي نطقت الكلمات بصورة ما لكنها كتبت بصورة أخرى، الأمر الذي فتح باب الالتباس في اللغة. مثلا في القرآن الكريم سورة الرعد الآية 43 قد تقرأ ومن عنده علم الكتاب، وقد تقرأ أيضا ومن عنده علم الكتاب. المعنى شديد الاختلاف بمجرد تغيير التأكيد أو النبر في مجرد كلمتين داخل النص. الصورة الثانية النبر على الكلمة داخل العبارة. هذه هي الصورة الأكثر شيوعا من النبر، ويتم فيها التركيز على كلمة ما في الحجة لتغيير نتيجة الاستنتاج تماما. مثلا ينبغي أن نكون أمناء مع أصدقائنا، في مقابل ينبغي أن نكون أمناء مع أصدقائنا. في الحالة الأولى النبر على أمناء يعني أننا ينبغي أن نكون أمناء بصورة عامة، أما في الحالة الثانية الأمر يبدو اختياريا، أي أننا ملزمين بالأمانة مع الأصدقاء فقط. الصورة الثالثة الاجتزاء، وهي الاقتباسات المنتزعة من السياق، والتأكيد على عبارة أو فقرة كانت مجرد جزء من سياق عام سواء بذكر هذا السياق أم إخفاؤه. علماء المنطق يعدوا هذا النوع من المغالطات أحد صور النبر لأنه تأكيد مضلل، لكن البعض الآخر يعدوا كصورة من المغالطات مستقلة لأنه مرتبط بالسياق أكثر منه بالنبر. أيا كان التصنيف هنا، الفكرة هو اجتزاء جملة من سياقها واستخدامها بشكل غامض للمساعدة في إثبات حجة ما. مثلا صحافة الحزب الجمهوري الأمريكي في حملة الانتخابات الرئاسية عام 1996 اقتطعت جملة من نص مرشح الحزب الديمقراطي المنافس وقتها آل جور، قال فيها ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة، لكن في الحقيقة آل جور في السياق الكامل للحوار قال بعض العلماء العاملين لدى شركات الدخان سيدعون بصفاقة أنه ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة، غير أن الأدلة الراجحة والمقبولة لدى الأغلبية الساحقة من العلماء تقول أن التدخين يسبب سرطان الرئة. باقتطاع الجزء الذي قال فيه آل جور علماء شركات الدخان سيدعون بصفاقة، يبدو وكأنه هو الذي يدعي أن ليس هناك علاقة بين سرطان الرئة والتدخين، الأمر الغير حقيقي بالمرة. على النقيض آل جور كان من المهاجمين لشركات الدخان وعلاقتها بسبب قناعته أن منتجاتها وراء ازدياد سرطان الرئة في الولايات المتحدة الأمريكية. مغالطة التكوين Composition. مغالطة التكوين تحدث عندما تعتمد نتيجة الحجة على تحول خاطئ لأحد خصائص وسمات أجزاء الشيء كي تعمم على الكل. بصورة أخرى عندما يحاول المجادل إثبات بما أن أحد أجزاء الشيء له خاصية معينة يتبع هذا أن الشيء ككل له نفس الخاصية أيضا، وفي تلك الحالة هذه الخاصية لا يمكن تعميمها من الجزء إلى الكل. تأمل الأمثلة التالية: كل لاعبين فريق كرة القدم الوطني ممتازين، وبالتالي الفريق ككل ممتاز. كل ذرة في هذا القلم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبالتالي القلم كله غير مرئي. الصوديوم والكلورين المركبات الذرية للملح مواد كيميائية سامة، وبالتالي الملح
مادة سامة. في كل تلك الحجج المجادل يحاول نقل خاصية تنطبق على الجزء إلى الكل، خاصية الامتياز، المجهرية، السامية إلى آخره. لكن في كل حالة من تلك الحالات هذا الانتقال من خاصية الجزء إلى الكل انتقال خاطئ، وبالتالي تصبح الحجة مغالطة. لكن طبعا ليس كل انتقال من الجزء إلى الكل دائما خاطئ. تأمل الجمل التالية: كل ذرة في القلم لها كتلة، وبالتالي القلم ككل له كتلة. كل سلك في هذا السياج لونه أبيض، وبالتالي السياج ككل لونه أبيض. في كلا الحالتين خاصية كتلة الذرات تنتقل من الجزء إلى الكل، وكذلك خاصية اللون في حالة السياج تنتقل من الجزء إلى الكل. بكل تأكيد حقيقة أن الذرات لها كتلة أمر يعمم على الأشياء، ونفس الأمر ينطبق على خاصية اللون. وبالتالي فإن قبول هذه الحجج ينسب على الأقل جزئيا إلى النقل المشروع لسمة من الجزء إلى الكل. اكتشاف المغالطة يعتمد على فهمها والتدقيق في الجملة. اكتشاف أن المجادل يحاول الانتقال بخاصية من الجزء إلى الكل. لكن بالإضافة لهذا هناك معرفة عامة لابد أن تتوفر لدينا عن طبيعة الخواص التي يريد المجادل نقلها، كي نستطيع أن نحدد كان هذا الانتقال مشروع أم لا. أيضا لابد من تجنب خلط المغالطة مع مغالطة التعميم الغير مسؤول hasty generalization. هذا الخلط يحدث فقط في حالة إن الكل فئة معينة، مثلا فئة سكان مدينة القاهرة والأجزاء أعضاء في تلك الفئة. في تلك الحالة مغالطة التكوين تنتج من إن الجزء عضو في الفئة. لكن التعميم الغير مسؤول على الجانب الآخر يحدث نتيجة الانتقال من المحدد إلى العام، لأن من السهل أن نخطئ في فهم أن الجملة عن فئة معينة إن كانت جملة تعميم أم جملة خاصية تكوين. يمكن تجنب مثل هذا الخطأ إذا كان المرء حريص على مراعاة التمييز بين هذين النوعين من العبارات. تأمل الجملتين: البراغيث صغيرة، البراغيث كثيرة. الجملة الأولى هي صورة عامة، خاصية صغر الحجم نتيجة للتنبؤ التوزيعي distributive prediction، أي أن تم توزيع الخاصية من أفراد الجماعة إلى الكل، لأن كل برغوث صغير الحجم وفئة البراغيث ككل صغيرة الحجم. على الجانب الآخر الجملة الثانية هي جملة حول الفئة ككل، أي جملة فئوية، خاصية كثرة العدد نتيجة للتنبؤ الجماعي collective prediction، أي إن الخاصية لا تنطبق على كل عضو أو برغوث في الجماعة لكن لفئة البراغيث ككل. معنى الجملة ليس إن كل برغوث كثير العدد، لكن فئة البراغيث ككل كثيرة العدد. عارف إن الكلام قد يبدو غامض بعض الشيء، سأطرح عليك طريقة عملية للتفريق بين مغالطة التكوين ومغالطة التعميم الغير مسؤول. ابدأ بتحليل نتيجة الحجة. لو كانت النتيجة جملة عامة أو جملة تكوين، أي أنها خاصية تم التنبؤ بها بناء على مجموع وجود نفس الخاصية عند كل أفراد الجماعة، إن لم تصح النتيجة في هذه الحالة تصبح مغالطة تكوين. أما لو كانت جملة النتيجة جملة فئوية، أي أن الجملة تم التنبؤ بها على الفئة ككل ولا تنطبق على كل فرد داخل الفئة أو الجماعة، إن لم تصح في تلك الحالة تصبح مغالطة تعميم غير مسؤول. مثلا تستهلك السيارة وقودا أقل مما تستهلك سيارة إطفاء الحرائق، لذلك تستهلك السيارات في دولة مصر وقود أقل من سيارات الإطفاء. للوهلة الأولى قد يبدو أن تلك الحجة تنتقل من المحدد إلى العام، وبالتالي ارتكبت مغالطة تعميم غير مسؤول. لكن في الحقيقة لو دققت النظر واتبعت الطريقة التي وصفتها لك منذ قليل، ستجد أن نتيجة الحجة تقر أن فئة السيارات ككل تستهلك وقود أقل من فئة كل سيارات الإطفاء بناء على انتقال خاصية من الجزء إلى الكل، وهي أن السيارة العادية تستهلك وقود أقل من سيارة الإطفاء. لكن في الواقع هذا الانتقال خاطئ،
لأن هناك عدد أكبر في فئة السيارات العادية من عدد السيارات في فئة الإطفاء. وبالتالي بما أن النتيجة قامت بناء على تنبؤ جماعي، ارتكبت الحجة مغالطة التكوين. مغالطة التقسيم division. مغالطة التقسيم هي الصورة المغايرة من مغالطة التكوين. التكوين يحدث عندما ينقل المجادل بصورة غير شرعية خاصية من الجزء إلى الكل. أما مغالطة التقسيم تحدث عندما ينقل المجادل أيضا بصورة غير شرعية خاصية من الكل أو الفئة إلى الجزء أو الأعضاء. مثلا السيارة تم صناعتها داخل مصر، وبالتالي كل أجزائها محلية الصنع في مصر. جامعة القاهرة عمرها أكثر من 100 عام. دكتور أحمد يعمل في جامعة القاهرة، وبالتالي عمره أكثر من 100 عام. الملح غير سام، وبالتالي عناصره الكيميائية الصوديوم والكلوراين مواد غير سامة. الخواص التي حاولت الانتقال بها من الكل إلى الجزء في تلك الأمثلة خواص ليس من المشروع الانتقال بها من الكل إلى الجزء. خاصية السمية مثلا لا تنتقل من الكل إلى الجزء أو العكس، أو مكان الصنع أو العمر إلى آخره. لكن بنفس الصورة في حالة مغالطة التكوين، هذا الانتقال قد يكون مشروع في بعض الحالات، مثل القلم له كتلة، وبالتالي الذرات المكونة للقلم لها كتلة. حديقة البرتقال لونها برتقالي، إذن البرتقال لونه برتقالي. في تلك الأمثلة كما هو واضح خاصية الكتلة أو خاصية اللون خواص مشروع الانتقال بها من الكل إلى الجزء. وكما إن التعميم الغير مسؤول من الممكن أن يختلط بمغالطة التكوين، مغالطة المصادفة accident قد تختلط مع مغالطة التقسيم. بنفس الصورة هذا الاختلاط يحدث فقط عندما يكون الكل فئة معينة. في تلك الحالة الانقسام ينتقل من فئة إلى أعضاء تلك الفئة. لكن في حالة مغالطة الصدفة تحدث عندما ننتقل من العام إلى المحدد. وبالتالي لو جملة فئوية تم خلطها مع جملة عامة، التقسيم قد يتم خلطه بالصدفة. كي نتجنب هذا الخلط، من الممكن اتباع عكس الطريقة التي اتبعناها لتفريق التعميم من التكوين. نبدأ بفحص مقدمات الحجة. لو احتوت المقدمات على جملة عامة، أي أن الخاصية لا تنطبق على الجزء، في تلك الحالة المغالطة هي الصدفة. أما لو المقدمات احتوت على جملة فئوية، في تلك الحالة المغالطة المرتكبة هي التقسيم. مثلا المشغولات اليدوية اختفت تقريبا، الأطباق النحاسية من المشغولات اليدوية. إذن الأطباق النحاسية اختفت تقريبا. المقدمة الأولى ليست جملة عامة، لكنها جملة فئوية، لأنها قائمة على خاصية في الكل تم التنبؤ بها بشكل جماعي، أي قائم على وجودها في كل أعضاء جماعة المشغولات اليدوية. وبالتالي إن لم تكن نتيجتها صحيحة تصبح مغالطة التقسيم. مثال آخر، الأسرة المصرية المتوسطة لديها في المتوسط 2.5 طفل. عائلة محمود هي عائلة مصرية عادية، لذلك فإن عائلة محمود لديها 2.5 طفل. مقدمة الحجة ليست جملة عامة، لكنها جملة فئوية، بالرغم من إن ليست كل عائلة لديها 2.5 طفل، لكنها قائمة على متوسط عدد الأطفال في الأسرة العادية. إذن الانتقال بخاصية من الكل إلى الجزء حالة من مغالطة التقسيم إن لم تصح النتيجة. اصطياد المغالطات hunting fallacies. خلال مناقشتنا معظم المغالطات الغير رسمية التي تعرضنا لها مباشرة يسهل التعرف عليها بقليل من الممارسة والتمرين، لكن عندما تحدث المغالطات في الاستخدام اليومي والحوارات العادية بين الأفراد التي في كثير من الأحيان لا يكون القصد منها إثبات أو نفي فكرة معينة، لكن مجرد تبادل الآراء أو قتل الوقت، يكون من العسير التعرف على المغالطات لأنها لا تكون في صورتها القياسية أو
لأن قد لا ينطبق على الخطأ أي صورة من صور المغالطات القياسية، وفي بعض الأحيان ينطبق على المغالطة أكثر من صورة من المغالطات، وخيوط المنطق والترابط داخل الكلام قد تتشابك وتحتاج إلى فكها أولاً قبل تحليلها، بل وأحياناً قد لا يكتمل قالب المغالطة بالمرة، أو حتى لا يكون هناك اتصال واضح بين المقدمات والنتائج. الصور التي قد يغالط بها المجادل عديدة ومتنوعة، وتحتاج لكثير من الممارسة العملية كي تستطيع اصطيادها في حديث الآخرين. في حديث عابر منذ عدة سنوات مع أحد جيراني في ولاية فيرجينيا الأمريكية، طرح عدد من الحجج والآراء الشخصية حول موقفه من عمل المرأة، فكرة المساواة ودخول المرأة في كافة مجالات الحياة الأمريكية. للأسف لا أتذكر التفاصيل كاملة للحوار، لكن عند قراءة هذا الخطاب المنشور في أحد الصحف الأمريكية في باب آراء القراء، أعادتني الكلمات لهذا الحوار بسبب تشابه وجهة النظر وأسلوب الطرح. تأمل نص الخطاب: يا إلهي، سئمت من حقوق المرأة. لكل مرة نطالع الأخبار نسمع عن شكل من أشكال التمييز ضد بعض النساء المساكين اللاتي يرغبن في أن يصبحن شرطيين إطفاء حريق، أو بعض الملاحظات التي توحي أو تشير إلى أن النساء أقل شأنا من الرجال. أنا على سبيل المثال لا أريد أن يتم إنقاذي من قبل إطفاء حريق امرأة، خاصة إن كنت رجل طوله 6 أقدام والمرأة طولها 5 أقدام. لماذا تجد النساء دورهم في الحياة مهينا إلى هذه الدرجة؟ ما هو الخطأ في كونك زوجة وأم والبقاء في المنزل بينما يخرج الذكر ويبحث عن الطعام ويعيد إلى عائلته؟ لا أعتقد أن المرأة أثبتت أنها ممتعة أو قادرة في المتوسط على القيادة العالمية، أو لديها نفس القدرات الجسدية أو الشجاعة مثل الرجال. في المتوسط معظم السيدات الأمريكيات لم يخوضوا حربا عالمية كبرى بعد. أسأل السيدات: من منكم يريد ذلك؟ سواء كان الشخص أنثى، أسود، أبيض أو معاق، أيا كان، فإن القدرة هي ما يهم في التحليل النهائي. لا يمكن للمرأة أن تطالب بالمساواة، لا يمكن لأحد ما لم يتم اكتسابه لتلك الحقوق طبقا لقدراته. عندما تقع المصائب تكون الفتاة في محنة، فهي تتعرض لضغوط شديدة لحماية نفسها، وعادة ما يجب إنقاذها من قبل رجل. أحتاج الرجل حتى أتمكن من تحريك بيانو أو التغلب على سارق أو مغتصب محتمل أو خوض الحرب، أشعر بالرضا تماما كوني امرأة. شكرا لك. توقيع باتريشا كيلي. ما تستغربش، فعلا نص الخطاب كتبته امرأة وليس رجل. هذا الخطاب مليء بالمغالطات المنطقية التي تجعل ممارسة اصطيادها عملية ممتعة لكن مؤلمة بسبب المحتوى. مثلا عندما قالت: النساء المساكين اللائي يرغبن في أن يصبحن شرطيين إطفاء حريق، هي أحد صور الشخصنة المسيئة ومساواة حقوق المرأة بشكل عام مع فكرة الحق في أن تكون شرطي إطفاء حريق هي صورة من مغالطة رجل القش. وفي الجملة التالية عليها افترضت الكاتبة أن مهنة شرطي إطفاء الحرائق لابد أن تشتمل على تسلق المباني وإنقاذ الأفراد، صورة أخرى من مغالطة رجل القش، لأن بكل تأكيد هناك العديد من رجال الإطفاء لا يقومون بتلك الأعمال. وفي نفس الجملة هناك مصادرة على المطلوب، من الممكن تفسيرها كالآتي: هل النساء اللاتي رغبن أن يكونوا شرطيين إطفاء حرائق يريدون إنقاذ الرجال الطوال؟ وأيضا المصادرة على المطلوب في افتراض أن مهمة جمع الطعام محصورة فقط على الرجال، هل نحصر أنفسنا في التركيب الاجتماعي القائم منذ الإنسان الأول؟ أو المصادرة على المطلوب بالتساؤل إن كانت النساء لها نفس القدرة والشجاعة والكفاءة كباقي الرجال، بفرض إن هذا الإدعاء صحيح، هل تم إعطاء الفرصة للنساء كي يمارسن أدوار تتطلب تلك المهارات ثم تم تقييمهم مقارنة بالرجال في نفس الدور؟ نفس الإدعاء أيضا ينطبق عليه تصنيف مغالطة الرنجة الحمراء ومغالطة الحيدة عن المسألة. في الواقع معظم الأعمال لا تتطلب قدر كبير من تلك المهارات، وكثير من الرجال ليس لديه هذه الدرجة العالية من المهارات وما زالوا يؤدون تلك الوظائف. في واقع الأمر لن تجد صورة أكثر بلاغة ومأساوية للأسف من الوضع القائم في الكثير من دول العالم المتقدم والنامي منه
بمجرد التأمل السريع لقادة ورؤساء الدول الحاليين، لن تجدهم يمتلكوا تلك المهارات المدعاة قد يقود الأمم والدول. وأخيرا تختتم الكاتبة كلامها بمغالطة رنجة حمراء من الدرجة الأولى: ما علاقة نقل البيانو والدفاع عن النفس بمطالبة النساء بالمساواة في العمل والأجر؟ مجرد تشتيت للمستمع. على أي حال، لو حاولت أني أقدم لك نصيحة عند تحليل خطاب الآخرين بحثا عن المغالطات، لن أجد أفضل من النصح باليقظة والانتباه لتفاصيل ما يقول المجادل. ما هي النتائج في حديثه؟ كيف دعم تلك النتائج؟ هل الأسباب مرتبطة بالنتيجة؟ والأهم، هل تدعمها فعلا؟ إن لم تنتبه وتركز على التفاصيل، لن تستطيع الإجابة على أي من تلك الأسئلة. وبالتالي إن احتوى الحديث على مغالطات، ضاعت عليك فرصة اصطيادها. وإن كان الهدف من النقاش هو الوصول لنتيجة، قد تكون مضطر لقبول النتيجة لأن ليس لديك أي أساس قوي لرفضها. المغالطة هي خطأ في التفكير يقوم المنطقيين برصدها بطرق رسمية وأخرى غير رسمية، وهناك أكثر من 200 مغالطة غير رسمية عدها علماء المنطق عبر العصور. الجدليات المعطوبة أو المغالطات الغير رسمية يجب أن تكون غير مقنعة، لكنها في الواقع تبدو جذابة ومقنعة للمتلقي بسبب عوامل نفسية، ثقافية أو لغوية في بعض الأحيان. المغالطات الرسمية عادة ما تقع بسبب خطأ في المحتوى، الصياغة أو الهيكل المنطقي، على العكس من المغالطات الرسمية التي تقع فقط بسبب خطأ في الهيكل المنطقي. كما أشرنا في الحلقة السابقة، هناك خلاف كبير داخل رواقات علم المنطق حول التصنيف الأمثل للمغالطات، تسمية المغالطات، أهمية بعض المغالطات مقارنة بالأخرى، ويختلف الباحثون حول وضع تعريف مصطلح المغالطة نفسه ونظرية موحدة للتعرف على المغالطات، وما هي الشروط الكافية والضرورية في نظرية موحدة للمغالطات. مشاريع بحثية كبيرة قد تفرد لها علاقات كاملة من كلام فلسفة، ومادة خصبة للمدارسين والمتخصصين للبحث والتناول. على أي حال، أرسطو كان أول من قدم تقسيم للمغالطات بشكل موثق في عمله المهم دحض السوفسطائيات On Sophistical Refutations، الذي رصد فيه 13 نوع من المغالطات، وبدأ فرع جديد داخل علم المنطق الذي نما في العصور الوسطى وأصبح محل دراسة رسمية في الغرب بعد الخروج من عصور الظلام. وترجع أهمية تصنيف المغالطات وتسميتها إلى الفكرة البديهية حول فاعلية طرق الاتصال البشري. إن اتفق البشر حول اسم صورة أو قالب متكرر من الأخطاء في المنطق، تكون الطريقة فعالة جدا في النقاش واصطياد الأخطاء المنطقية بهدف الوصول للحقيقة. لكن ليست هذه هي الفكرة الوحيدة حول اعتناق تسمية وتصنيف للمغالطات، لكن أيضا جادر البعض إن دراسة تسمية وتصنيف المغالطات يساعد أيضا في تجنب الأفراد الوقوع في فخ استخدام تلك المغالطات عند صياغة الحجج والجدليات. عالم اللغويات والعالم النفسي الكندي المعاصر ستيفن بينكر طرح الفكرة ببلاغة في كتابه البديع أشياء الفكر: اللغة كنافذة لطبيعة الإنسان، The Stuff of Thought: Language at the Window into Human Nature، اللي نشره سنة 2005 وأنصحك بقراءته في أقرب فرصة. وقال: إذا كانت اللغة توفر تسمية لمفهوم معقد، فقد يسهل ذلك التفكير في المفهوم، لأن العقل يمكن التعامل معها كحزمة واحدة عند التعامل مع مجموعة من الأفكار، بدلا من الاضطرار إلى الاحتفاظ بكل مكونات هذا المفهوم بشكل منفصل. يمكن أيضا أن يمنح المفهوم تسمية إضافية في الذاكرة طويلة المدى، مما يجعله قابلا للقراءة بسهولة أكبر من المفاهيم غير الفعالة أو تلك التي تحتوي على أوصاف لفظية أكثر تقاطعا. على أي حال، التعرف على المغالطات المنطقية، تسميتها وتصنيفها هو أحد اللبنات الأساسية لعملية التفكير النقدي Critical Thinking، التي تمكن المرء
من الاقتراب بأقصى درجة ممكنة من جوهر وحقيقة الواقع. والتفكير النقدي في أفضل صور معرفتنا الإنسانية الحالية ليس عملية جينية أو بيولوجية، أو على الأقل لا توجد لدينا معرفة مؤكدة حول هذا الأمر بعد، بل هو مهارة تكتسب بالممارسة والتطبيق المستمر. وفي غياب التفكير النقدي يصبح الفرد مجرد رقم يضاف إلى الجموع تتناقله موجات الأفكار، يستجيب لها بشكل أعمى دون تحليل أو تدقيق. بناء عقلية نقدية علمية عملية ليست بالسهل، ولا يوجد لها كتالوج محدد يمكن اتباعه، لكنها عملية من المحاولات المتكررة من النجاح والفشل، في جوهرها الممارسة والتطبيق، البحث والتعلم الدائم، الانفصال عن الذات والابتعاد عن التحيزات، الرغبات والمعتقدات الشخصية عند تحليل الآراء، الشك الصحي واعتناق أدوات مستقرة للبحث عن الحقيقة، نقد الافتراضات، تحليل الحجج والجدليات، ودائما وأبدا تحصيل العلم واكتساب المعرفة الصحيحة هي جوهر التفكير النقدي والعلم السليم. أو كما أجمل المنطقي الرياضي والفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل في كتابه الرائع حول رحلة تحوله الفلسفي الذي نشره سنة 1959 بعنوان تطوري الفلسفي My Philosophical Development، وقال: المنطق والرياضيات هما أبجدية كتاب الطبيعة وليس الكتاب نفسه. Logic and mathematics are the alphabet of the book of nature, not the book itself. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن كتاب التفكير النقدي Critical Thinking لأستاذة الفلسفة الأمريكية المعاصرة شارون كاي. من خلال القصة حاولت أقدم لك مادة خصبة لحوار دار بين مجموعة من الأفراد تصلح لاصطياد المغالطات المنطقية. النقاش كان مليء بالمغالطات الغير رسمية التي تعرضنا لها على مدار حلقتين. على سبيل المثال، لما جاد العادل إن محمود هو القاتل والكل يعلم هذا، هذه إحدى صور مغالطات التوسل بالكثرة. وعندما أصرت أمينة إن خيرية ليست عضو في مافيا المخدرات لأننا لم نثبت هذا في الماضي، هي إحدى صور مغالطة التوسل بالجهل. عادل طرح جدلية غريبة إنه استجوب الطبيب الشرعي الذي أخبره إن المجني عليها لم تكن تمتلك نقود حتى لدفع الإيجار. لماذا يجب الاعتداد بشهادة الطبيب حول حالة المجني عليها المادية؟ هذه إحدى صور مغالطة التوسل بالمرجعية الغير مؤهلة. السجال الذي دار بين عادل وأمينة حول صداقته القديمة بالسيد حلمي والد أمال هو صورة من صور مغالطة الرنجة الحمراء، تشتيت عن جوهر الموضوع. ومهاجمة عادل لأمينة واتهامها بأنها ساذجة لأنها صدقت ادعاء محمود بأنه كان مسافر وقت وقوع الجريمة هو أحد صور الشخصنة المسيئة. حجة أمينة إن كل المدمنين كاذبين صورة من التعميم الغير مسؤول، ودفاع عادل عن آمال بأنها ليست المجرمة لأنها شخص غير عنيف هو مصادرة على المطلوب وصورة من الجدال الدائري. وعندما جدلت أمينة إن القاتل إما محمود أو آمال هو صورة قياسية على المأزق المفتعل أو مغالطة إما أو، لأن قد يكون هناك متهمين آخرين محتملين. أما جدلية صادق بأن حلمي مشتبه فيه لمجرد حدوث عطب في جهاز الكمبيوتر بعد زيارته له في المكتب هو صورة من مغالطة السبب الخاطئ، التتابع في الأحداث غير كافي للاستدلال على سببيتها. التفسير المختلف لكل من عادل وأمينة لملاحظة المافيا هي إحدى صور الاشتراك اللفظي. وأخيرا، حجة عادل أن حلمي لم يكن غنيا والمافيا مؤسسة غنية هو مغالطة التقسيم، انتقال غير مشروع بخصية من الكل إلى الأجزاء. أعد الاستماع للحوار مرة أخرى في ضوء رؤيتك للمغالطات المنطقية. ودلوقتي فكر في الحوارات اللي بتشترك فيها يوميا. هل تتسم عادة بالمنطق والعقلانية؟ ولا تنتشر بين طياتها المغالطات المنطقية؟
هل هناك قيمة لدراسة المغالطات المنطقية وتصنيفاتها؟ وهل الخلاف القائم بين المنطقيين حول تصنيف المغالطات حائل ضد استخدامها؟ وهل التفكير النقدي هو فعلا طوق النجاة الوحيد للوصول للحقيقة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية سنعود مرة أخرى للبحث في أسس وقواعد المنطق الرسمي ومدارسه، عن القياس المنطقي، منطق القضايا، التحويل والانقلاب، مخططات فان، الصور القياسية. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.